أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وتنقلها مباشرة صوت المدى. حتى الآن تهديدات آخرها على لسان بنيامين نتنياهو من موقع مجد الشمس، حيث قال: ردنا سيأتي وسيكون قاسيا. وفي مقابل مشهد الأرتال الإسرائيلية المتجمعة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ووتيرة الاعتداءات المرتفعة، استنفار لبناني كامل سواء على مستوى حزب الله وردوده المتواصلة أو الدولة التي واصل مسؤولوها اتصالاتهم في أكثر من اتجاه. أما إقليميا فالأبرز تكرار تحذير طهران لتل أبيب، وهذه المرة على لسان الرئيس الإيراني في اتصال مع نظيره الفرنسي، مبلغا إياه أن أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان ستكون له عواقب وخيمة، وعلى المقلب الأمريكي الغارق في بحر الصراع الانتخابي بين دونالد ترامب وكمالا هاريس، أعطى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إسرائيل كل الحق بالرد على حزب الله، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن هذا الهجوم يجب أن يؤدي إلى تصعيد أكبر. وفي غضون ذلك أجى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اتصالا برئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ مشددا على أهمية تجنب تصعيد الصراع. وفي تطورات غزة حيث تستعر المعارك في أكثر من نقطة، فيبدو أن المفاوضات عادت إلى ما دون الصفر، حيث جددت حماس اليوم اتهامها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بالمماطلة والتسويف للهرب من أي اتفاق. وقبل قليل أعلن مكتب رئيس الحكومة رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي أنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي جرى خلاله عرض الوضع في لبنان في ضوء التهديدات الإسرائيلية الأخيرة والعدوان المستمر على جنوب لبنان. وشدد ميقاتي على أن الحل يجب أن يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701. بدوره عبر الوزير المصري عن تضامن بلاده مع لبنان ووقوف مصر إلى جانبه ورفض أي اعتداء يطاله، كما شدد على أن هذا الموقف تم إبلاغه إلى جميع المعنيين، مع التشديد على أن الحل السياسي هو وحده كفيل بإنهاء الأزمات والحروب. إلى ذلك ألغى عدد من شركات الطيران رحلاته من وإلى العاصمة اللبنانية، فيما أعادت شركة طيران الشرق الأوسط جدولة 5 رحلات. توالت منذ الصباح إلغاءات وتجميد شركات الطيران رحلاتها من وإلى بيروت، وذلك في مؤشر إلى احتمال تصعيد مدني بعد حادثة مجد الشمس، خصوصا وسط التهديدات الإسرائيلية المتتالية على رغم نفي المقاومة وقوفها وراء الحادث. فبعدما حثت كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا رعاياها إلى مغادرة لبنان بشكل عاجل، قالت مجموعة لوفتانزا في بيان إنها علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة بيروت حتى 30 تموز بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط. وأضافت الشركة أن الرحلات الجوية التابعة للمجموعة وهي الخطوط الجوية السويسرية ويورو وينجز ولوفتانزا جرى تعليقها كإجراء احترازي. الخطوط الجوية السويسرية من ناحيتها أعلنت تعليق رحلاتها من بيروت وإليها حتى 5 آب بسبب الوضع في الشرق الأوسط. كذلك علقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بين باريس وبيروت 2 والثلاثاء. وفي وقت لاحق قالت الخطوط الجوية الفرنسية في بيان أنها ستعلق رحلاتها بين مطار باريس شارل دوغول وبيروت يومي 29 و30 تموز، مضيفة أنها تراقب الوضع في لبنان لحظة بلحظة. هذا وأظهر موقع تتبع الرحلات في بياناته أن الخطوط الجوية التركية ألغت رحلتين ليل الأحد، وألغت شركة طيران سان إكسبرس تركية للرحلات منخفضة التكاليف، وشركة إيجات التابعة للخطوط الجوية التركية، وشركة طيران يونانية والخطوط الجوية الإثيوبية، وشركة طيران الشرق الأوسط رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت 2. وذكرت شركة طيران الشرق الأوسط أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، ما تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت. إلى ذلك أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها ليومي 29-30 تموز 2024
2024 ستبقى على حالها باستثناء 5 رحلات من أصل 35 رحلة تم تأخير عودتها إلى صباح 30 تموز 2024 بدلا من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج. هذا وألغت الخطوط الجوية الأردنية رحلاتها المجدولة إلى بيروت الاثنين والثلاثاء. في المواقف، عضو كتلة التنمية والتحرير نائب علي خريس كشف أن الاتصالات الجارية وجهود الرئيس نبيه بري تصب في خانة منع أي عدوان إسرائيلي موسع، وعلق عبر حوار اليوم من الأو تي في على مطالبة البعض بتحقيق مستقل بحادثة مجد الشمس. الاتصالات اللي عم تصير واللي عم تجرى على كل المستويات لمنع اي تطور اكبر من اللي عم يصير الان، لكن اذا العدو معروف عنه انه غدار وبنفس الوقت معروف عنه انه جبان. غدار وجبان، ونحن بدنا يعني على مستوى المقاومه نحن سنكون على اهبه الاستعداد لاي رد فعل اسرائيلي، واي رد فعل اسرائيلي ما رح تكون ببلاش يعني ابدا. مضبوط المعلومات انه دقيقه اللي سربت انه تم الاتفاق على تحييد بيروت والضاحي والمرافق الحيويه. يعني هو انه كل المناطق مثل بعضها بالنسبه لنا، بيروت مثل سور، مثل النبطيه، مثل الفيضة. هو المطلوب انه اسرائيل ان لا تعتدي لا على بيروت ولا على اي منطقه ولا على اي منطقه من المناطق. يعني انه والله انه بدنا نلجم انه اسرائيل تقوم بضرب، مع كل يوم عم تضرب، هلا عم تقصف، وهلا قبل شوي بشقره في اكثر من شهيد واكثر من جريح. عرفت كيف؟ اكثر من شهيد واكثر من جريح. المطلوب طبعا الرئيس بري عم يقوم بدور كبير من خلال الاتصالات لمنع اي عدوان اسرائيلي على يكون اوسع من اللي عم يصير اليوم. هذا الجو طبعا موجود وعم نشتغل عليه. بعض الشخصيات اللبنانيه كانت عم بتطالب البعض، عم اقول انا، بتحقيق مستقل لما حصل بمجد الشمس، ومن بينهم استاذ وئام وهاب. يعني انا اولا هون خليني بدي احيي الاستاذ وليد جنباط على مواقفه الوطنيه ومواقفه الرائعه، وعودنا دائما وباستمرار انه يتخذ هذه المواقف والمواقف خاصه بالايام الحرجه وبالايام الصعبه. وطبعا انا بدي اقول انه تحقيق دولي، هذا امر امبارح نحن سمعنا معالي وزير الخارجيه عم يحكي بهذا الامر، عم يحكي بهذا الموضوع. نحن متاكدين ونحن بنعرف تماما انه المقاومه لا تقصف لا تضرب مدنيين ولا تعتدي على مدنيين ابدا ابدا على الاطلاق. واللي صار طبعا كان مستنكر من قبل كل الاطراف، لذلك هذا الامر انا اللي بدي اقوله انه بالخانه الاسرائيليه تماما ليس بالخانه الاخرى ابدا. من جانبه، أكد عضو لقاء ديمقراطي النائب وائل أبو فعور أن موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من المقاومة بوجه العدو ونبذ الفتنة ليس جديدا، وكشف عبر حوار اليوم من الأو تي في أيضا مضمون الاتصال الذي جرى على خط حارة حريك وكليمانسو. ما حدا بيتكهن. نعم. رغم حتى اللي بتسمع عن مطمئنات وبعض الوزراء سيد الوزراء بيطلع بيقول جاءت مطمئنات وجاءتنا، لا يمكن اطمئنان او امان جانب العدو الاسرائيلي نتنياهو او غيره، كل واحد. بالتالي بالتاكيد يجب ان نتوقع الاسوء، وانا شخصيا ونحن لا نركن لاي تطمينات تاتي من اي جانب. الحكي عن ضربه على لبنان يقال انها شبه حتميه، بتمنى ما تكون ابدا، وبعتقد انه هناك محاولات دبلوماسيه لاحتواء هذه الضربة والاحتواء أي رد فعل. بنتمنى أنه ما يصير في أي عدوان، والحل الجذري هو ما أبلغه وليد جنبلاط لأمس فلسطين لما انتقل فيه، قال له أنه بده نقل التهديدات، فلتعمل الولايات المتحدة الأمريكية وتنصرف إلى إقرار وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي هذا يمكن أن يحجب كل المآسي في المنطقة. بعرف في تواصل على خط عينتين كليمانسو، ولكن ما بين حارة حريك وكليمانسو وما هي الأجواء يلي استشفى وليد جنبلاط من حزب الله؟ لا، الاتصال اللي حصل بيننا وبين قيادة حزب الله كان محوره الاساسي اللي اعلن حزب الله بالاعلام انه هم لا ما لهم علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالذي جرى.
وبالتالي نفوا الروايه الكاذبه الاسرائيليه اللي نحن علمنا انه بالتاكيد نقتنع بالمقال حزب الله. عدا عن ذلك الاتصالات الدبلوماسيه رسمة على اطلاع بالتاكيد الرئيس بري والرئيس ميكاتي يقومان بدور كبير وكبير جدا. وبتمنى انه هذه الجهود توصل الى احتواء ما يمكن احتوائه من العدوانيه الاسرائيليه. شفنا الموقف الواضح لوليد جنبلاط مع حفظ الالقاب، كمان صار في اتصال مع طلال ارسلان، ولكن كمان في بعض فرقاء دروز طالبوا بتحقيق مستقل، وعم بقصد هون رئيس حزب التوحيد وئام وهاب، صار في تواصل مع وئام وهاب او ماذا تعلقون على هذا الموقف؟ لا طبعا نحن والامير طلال في موقف واحد. وهذه مسألة قضية كبرى تتجاوز الاعتبارات الخلافات الحزبية أو التنافس الحزبي. وتم الاتفاق بين وليد جنبلاط وبين أمير طلال على السير في هذا الموقف الواضح اللي بعتقد لم يحمي فقط لبنان من الفتنة. أسقط فكرة أساسية أو مشروع أساسي للعدو الإسرائيلي كان يريد استغلاله. أنت زرت وزير جبران باسيل وتم التطرق لملف رئاسة الأركان، هل سنكون أمام توقيع المرسوم لحل هذه المعضلة أو تمديد آخر لقائد الجيش؟ ما الأجواء حتى الساعة؟ المسار الذي له علاقة بتكريس رئيس الأركان في موقع وتكريس القرار صدر عبر إصدار منصوب هو مسار مستقل لا علاقة له بالمداولات التي حول قيادة الجيش. نحن عم نشتغل عليه هو فقط إصدار المرسوم لتثبيت الوضعية القانونية لرئيس الأركان تنفيذا لقرار مجلس وزراء. الاجتماع كان مع الوزير جبران باسيل، طبعا عنده هو اعتباراته الخاصة وعنده منطقه الخاص اللي نحن يعني لا نستطيع انه نجبره نغيره. نتمنى انه الإيجابية اللي ظهرت بمسألة الاتفاق على الحل قصة المدرسة الحربية دورة الحربية هذه الإيجابية تنعكس على موضوع رئيس الأركان ويتم إصدار المرسوم بأقرب وقت. فاصل أول نتابع بعده النشرة. أهلا بكم. استقبل الرئيس العماد ميشيل عون وفدا من قيادة الجيش برئاسة العميد نديم أبي عبد الله، هنأه بمناسبة عيد الجيش، وقد سلم الوفد للرئيس عون بطاقة معايدة من قائد الجيش العماد جوزيف عون. ثمن التيار الوطني الحر عاليا بيان الأزهر الشريف الذي دان المشاهد المسيئة للسيد المسيح في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، واعتبر أنه يندرج في سياق الموقف الثابت لهذه المرجعية الإسلامية الكبيرة لجهة احترام مشاعر المؤمنين بالأديان وبالأخلاق والقيم الإنسانية الرفيعة ورفض استغلال مثل هذه المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة للأديان. فاصل ونعود. ماذا لدى بولين عون والأحوال الجوية؟ مساء الخير. بتعاود درجات الحرارة الارتفاع وبتتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة، ومن المتوقع أنه تستمر طيلة الأسبوع. جونا لبكرة قليل الغيوم ودرجات الحرارة عم تتسجل على الشكل التالي. مثل العادة بنبدأ من الشمال، عكار عم بتسجل 33 درجة، طرابلس 32، العاصمة بيروت وسور أيضا 32 درجة، بعلبك 34، اللقلوق 22 درجة، زحلة عم بتسجل 32 درجة، وجزين 29 درجة. نسبة الرطوبة ساحلة بتوصل لل 75%، الرياح السطحية غربية لجنوبية غربية سرعتها عم تتراوح بين 10 و 60 كم بالساعة، أما حال البحر فمائج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الثلاثة جونا قليل الغيوم إجمالا مع نسبة رطوبة مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلاتها الموسمية بالمناطق الداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات الحرارة عم بتسجل 32 درجة. لنهار الأربعاء الخميس والجمعة جونا بتابع قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، بتسجل لنهار الأربعاء والخميس 33 درجة ولنهار الجمعة 32 درجة. هيدي كانت أخبار التأس للنشرة المسائية، تصبحوا على خير. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.